اهلا بيكم وحلقة جديدة مع دكتور ضيف. النهاردة هنشوف مع بعض سماعة سامسونج جالكسي بادز بلاس الجديدة باللون الاسود، وهنعرف مع بعض ان شاء الله اهم امكانيات ومزايا السماعة. نبدأ ونقول بسرعة كده الحاجات اللي بتيجي مع السماعة في العلبة بتاعتها. بيجي كتيب التشغيل السريع وكتيب الضمان، بيجي كابل الشحن بنوع اليو اس بي تايب سي الى يو اس بي تايب اي، وزي ما احنا عارفين السماعة من نوع الان ايرز اللي هي يعني بتخش وتثبت جوه الودن. بيجي معها الاير تيبس والاير وينجز باحجام مختلفة. الاير تيبس ديت بتيجي بالسمول والميديوم واللارج، والاير وينجز دول اللي هي بتلف حوالين جسم السماعة وبتدي ثبات اكتر في الودن بحجمين مختلفين الصغير والكبير. واللي مش حابب يستخدمهم وعاوز يحط الرينجز العادية دول طبعا بيجي تقدر تستبدلهم بسهولة، وهنوريكم بعد كده ازاي. نتكلم عن السماعات نفسها. طبعا هي اول ما نزلت بثلاث الوان مختلفة اساسية، اللون الاسود والابيض والازرق الفاتح. بعد كده نزلت النسخة اللي باللون الاحمر، عملنا لها فيديو قبل كده انبوكسين وقدامكم احيانا عشان تتخيلوا اللون بتاعها تاني. ونزلت باللون الازرق الغامق والبينك، وحتى في ليميتد اديشن دلوقتي باللون البيربل او اللي هو الموف الغامق او البنفسجي الغامق يعني. دي طبعا ما بتبقاش متاحه في كل البلاد او الاماكن، بتبقى في اسواق معينه يعني. لو اتكلمنا عن الكيس نفسها الاول بتاعه السماعه، طبعا اول اختلاف فيها عن الفيرجن اللي قبل كده اللي هي الجالكسي بادز العادية، النسخة اللي قبل ديت ما كانتش بتلمع كده، ديت جلوسي، لا بتدي لمعة وشياكة للسماعة، بيبان عليها إلى حد ما البصمات أو الفينجر برينتس، مكتوب عليها من قدام سامسونج باي اي كي جي. اي كي جي دي الشركة اللي قلنا بتصنع السماعات لسامسونج دلوقتي من ورا بعض التنبيهات والتعليمات. بيجي على السماعة مع السماعة نفسها كابل الشحن اللي هو تايب سي، يو اس بي تايب سي، ومن هنا المدخل بتاعه، غير انها طبعا بتدعم الوايرلس شارج يعني الشحن اللاسلكي زي ما احنا شايفين. لو هنتكلم الاول عن الوزن بتاع السماعة، جدا خفيف، هي طبعا مصنوعة كلها من البلاستيك، يعني الماتيريال بتاعتها صح بلاستيك بس شكله نظيف ومدي فخامة للسماعة. مكتوب عليها هنا الرايت والليفت على الرابر دوت عشان تعرف مكان السماعة الصح وتحطها بسهولة. الحجم بتاع السماعة مناسب جدا، تقدر تاخدها معاك تحطها في جيب البنطلون، يعني اذا كنا عايزين نقارن مثلا بالايربودز الجامعية او بالباور بيس برو، هي تعتبر في النص بينهم يعني بين ديت وبين ديت، ولكن اللي بيميزها بصراحة ان وزنها جدا خفيف، فتقدر تشيلها معاك وتروح بيها في اي مكان. نتكلم بعد كده عن الكيس بتاعة السماعة تاني. في اتنين LED، في واحد من جوه ده بيبين الباتري لايف او يعني عمر البطارية بتاع السماعات نفسها، ومن بره بيدي انديكيشن لل او انديكيتور لل البطارية بتاعة الكيس نفسها لو هنقدر نقول. الشحن بتاع السماعات والبطارية دي من احسن الحاجات اللي اتحسنت في الفيرجن دي، يمكن من اعلى اعمار البطاريات اللي موجودة في السماعات حاليا، بتديك 11 ساعة استخدام متواصل لو بتسمع موسيقى، او 7 ساعات ونص لو انت بتتكلم على حسب سامسونج طبعا باستمرار او continuously، يعني 7.5 7 ساعات ونص للسماعات نفسها لشحن السماعات، غير ان الكيس بتديك شحنة كاملة للسماعات. يعني مثلا لو انت قلنا هنا 11 ودي بتديك كمان 11، يعني حوالي 22 ساعة استخدام متواصل من غير ما تشحن الكيس تاني، وللمكالمات حوالي 15 ساعة. طبعا في ناس هي مدة طويلة جدا، في ناس صح بتحب تستخدم السماعة لفترات طويلة وتخليها في ودنها او تخليها بره الكيس معاها على طول تشوف موفيز، شغلها بيتطلب انها تتكلم كتير، بس اعتقد ان مهما كان مش هتقعد كل الفترة ديت من غير ما تحطها جوه الكيس تاني، وبالتالي هي تشحن تاني معاك يعني، وهنا تديك اكتر او عمر اطول للبطاريات واستخدام اطول للسماعة نفسها. نتكلم بعد كده عن السماعات نفسها. السماعات اول حاجة طبعا هي من حجمها صغير، تقدر تخش في الودن للناس اللي ودانهم صغيرة او كبيرة، بتثبت ثبات بصراحة يعني رائع جدا، تستخدم في الرياضة في الجري
في اي حاجه مش بتقع ابدا، بفضل طبعا صور وخفه حجم السماعات نفسها والاير كابس المناسبه ليه، وغير كده كمان الاير وينجز اللي هي راكبه على السماعات نفسها وبتثبتها اكتر في الودن. الاير وينجز ديت بتتشال طبعا وبتتركب بسهوله جدا، بس بنخلي بالنا زي ما احنا شايفين في فتحه تحت هنا في الاير وينجز، وهنا كده في بلاستيكه طالعه اهي، نحط بس دي على دي ونشوف طبعا ورا ان دي الرايت ودي الرايت، ونركبها بمنتهى السهوله. بندخل الفتحه ديت في البلاستيكه تركب معانا بسهوله جدا، وتجرب طبعا السايز اللي بيريحك لغايه لما بتلاقي الحجم المناسب وتكون لابس السماعه بمنتهى الراحه ما انتش حاسس بيها. صح مع الاستخدام الطويل شويه ممكن تحس انها مضايقاك في ودنك، بس من يعني تجربتي لسماعات تانية كتير وكده، فعلا السماعة دي مريحة جدا لاستخدامها فترات طويلة في الودن. السماعة طبعا قلنا بتستخدم في الرياضة وكده، هي للأسف جاية بـ IPX2 اللي هو يعني مقاومة الماء، يا دوبك ممكن لو المية طرطشت عليها أو شوية نقط مية جت عليها بتستحملهم، إنما أكتر من كده لا، ما بنقدرش نستخدمها مع المية أكتر من كده. السماعة طبعا الكواليتي بتاعت الصوت بتاعها متحسن جدا، فيها 2 سبيكر، واحد للتويتر واحد للوفر، فيها 3 مايك، 2 اكسترنال 2 خارجيين وواحد انترنال جوه. في المكالمات جدا 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 رائعة، انت بتكلمه مثلا وانت بتستخدم السماعة ابدا ما بيحسش او يقولك الصوت مش واضح او ان انت بتستخدم سماعة او كده، لا في المكالمات ادائها رائع. في لو هنتكلم عن الصوت يعني خلينا اقول باختصار كده من جيد جدا لممتاز، ابدا مش وحشه، جميله جدا، بتديك لو ميدز وهاي رائع، البيس فيها واضح برضو موجود وجميل، مش من احسن السماعات طبعا في اداء الصوت، ولكن من جيد جدا لممتاز بالنسبه لحجمها ولسعرها وكده، يعني مناسبة جدا للاستخدام ولسماع الموسيقى. طبعا في ليها برنامج هنتكلم عليه بعد كده بالتفصيل، في حتى اداء في ايكولايزر يعني بتختار في كذا مود في الجيمز، حتى في حاجة اسمها جيمز مود بتديك اداء افضل للجيمز، وهنتكلم على كل التفاصيل دي بعد كده. السماعة بتيجي ببلوتوث كونكشن 5، تديك رينج كبير للحركة لو انت موصلها باي جهاز، ما فيهاش بطء ابدا لو انت بتسمع، يعني لو انت بتتفرج على فيديو او يوتيوب او حاجة ما تلاقيش في اختلاف في مثلا انت بتشوفه مع اللي بتسمعه. فيها ميزة كويسة جدا برضو ان هي ما فيهاش ليك، يعني لما بتعلي الصوت اللي قاعد جنبك ما بيبقاش سامع اللي انت بتسمعه او مثلا اي موسيقى او كده، لا كويسة جدا في الناحية دي. ومن المزايا برضو اللي بحبها جدا في السماعة دي، واللي اولموست دلوقتي بدات تبقى في سماعات كتير، بس مثلا لغايه دلوقتي مش موجوده في الجبرا ال 75 تي اللي نازله، ان هي تقدر تستخدم اليمين او الشمال لوحدهم، مش يبقى في واحده دوميننت او ماستر ولازم تتوصل الثانيه بعدها، او لو هتستخدم واحده يعني تستخدم رايت بس او ليفت بس، لا دي او دي. حتى في الامبيانت ساوند اللي هنشرحه بعد كده برضو لو انت لابس واحده بس بيستخدم الامبيانت ساوند، تقدر تشغله يعني حتى لو انت لابس واحده بس. نتكلم بعد كده عن التاتش سكرين بتاع او التاتش سيرفس بتاع السماعة، زي ما احنا شايفين هو الجزء اللامع من السماعة، هي السماعة شكلها شيك وصغيرة مثلثة شوية في الحجم، ما فيها الزراير انما فيها التاتش دوت. التاتش دوت هنتكلم بعدين لما نيجي نشرح البرنامج بتاعه، يعني مثلا بسرعة كده نقول لو دوسنا ضغطة واحدة بيديك مثلا بلاي او بوز للميوزك او المكالمات، لو 2 بيمشي الاغنيه اللي بعد كده او التراك اللي بعد كده، 3 بيديك البريفيوس تراك اللي قبل كده، فجميله جدا بصراحه. وانت لو بتجري او بسرعه عايز مثلا تستخدم السماعه مش لازم تقعد تدوس وانت بتجري على زرار او حاجه، في ناس صح بتفضل البوتون بتحس انها يعني ملكه السماعه او ملكه الزرار فتاكد الاوردر اللي هي بتديه، انما التاتش بتاعها جدا جميل. من التحديثات الاخيره للابلكيشن او السوفت وير بتاع السماعه، في ميزه جميله جدا قليل قوي تلاقيها في السماعات حاليا،
او يعني بعض السماعات بس هي اللي حطاها، ان انت تقدر تعلي وتوطي من السماعات نفسها. زي ما احنا شايفين ده السيرفس اللي احنا بندوس عليه بيديك التاتش، لا لو انت دوست على الايدج يعني من فوق هنا كده على الرايت بتعليه مرتين، على الليفت على الايدج من فوق بتقلل الصوت. صعب في الاول انك تقعد تشوف فين هنا وغصب عنك بتدوس على السيرفس ده، انما بعد كده بتعرف بالسرعة تقدر تضغط حتى على الايدج وتعلي الصوت او تنزل الصوت. وهنشرح دوت برضو كمان لما نشرح الابليكيشن بتاعها زي ما قلت لحضراتكم. بالنسبة ليها برضو فيها سنسور جميل اللي هو زي الايربودز مثلا او كده، هو لو حضراتكم شايفينه اللي هو لما بتبقى لابس السماعة ومشغل موسيقى او موفي او ايا كان وتيجي تشيل السماعة مثلا او حاجة، بتوقف تعمل بوز لوحدها، تلبسها تاني بتعمل ريسيوم او بترجع تستكمل اللي انت كنت بتسمعه او مشغله. وهنا نتكلم برضو على الامبيانت مود. الامبيانت مود اللي هو هنشرحه بعدين في الابليكيشن، باختصار كده هو يخليك وانت لابس السماعة، هي يعني بتبقى انت معزول شوية عن اللي حواليك، ما انتش سامع، يعني مثلا مش سامع لو حد بيكلمك او لو مثلا في حواليك صوت العربيات وانت ماشي او التنبيهات او كده، فانت بتشغل الامبيانت مود. الامبيانت مود دوت بيسمعك اللي حواليك اثناء ما انت بتسمع ايا كان الموسيقى او الكونتنت اللي انت بتسمعه يعني. و ده بصراحه متحسن جدا جدا جدا، حتى دلوقتي في الاخر ابديت السوفت وير مدينك 4 ليفل تقدر تظبطهم للامبيانت مود دوت، هنتكلم عليه بعدين. انما ليه بقول لكم كده؟ علشان اللي هو السنسور لما تشيل السماعه، في ناس ما بتبقاش عايزه تشغل امبيانت مود فبتضطر تشيل السماعه، هنا بتقف الموسيقى وتتكلم مثلا مع اللي قدامها او تقول حاجه وبعدين بترجع السماعه تاني بتشتغل السماعه. السماعه ما فيهاش اللي هو الاكتيف نويز كانسليشن، وده يعتبر المفروض من احد عيوب السماعه. فيها باسيف نويز كانسليشن يعني عزل الضوضاء، مش اكتف يعني مش زي سماعة الايربودز برو او مثلا السوني الجديدة، لا دوت باسيف. وبصراحة بالنسبة لي انا لما بلبس السماعات واحط الاير تيبس المناسبة ليها، او حتى بنجيب اير تيبس تانية اللي هي بتبقى ممكن تشتريها من برة يعني، السماعة فعلا بتبقى عزلاك اوريدي عن الجو المحيط بيك، ما بتبقاش سامع الضوضاء او اي حد حواليك او حاجة الى حد ما او بنسبة كبيرة. ف يعني دي بتعوض شوية عن ان ما فيهاش اكتف نويز كانسليشن. يمكن برضو الاكتف نويز كانسليشن ده تكون مش موجود فيها، ده برضو من احد الحاجات اللي بتدي عمر طويل للبطارية اللي هم عاملينها هنا في السماعات دي. السماعات في مجملها بصراحة يعني جميلة جدا بالنسبة لسعرها، اداء السماعه، الصوت، المكالمات، البطاريه، الشحن الوايرلس اللي دلوقتي بقى يعني مهم جدا، بدل ما تقعد تحط السماعه سبيشال اللي هو اليو اس بي تايب سي مش موجود عند كل الناس، صح موجود في اجهزه سامسونج الحديثه دلوقتي، انما لا على طول تحطها على الوايرلس شارج او الشاحن اللاسلكي يعني تشحن بسرعه. انا شايف ان السماعه ديت مناسبه لكتير جدا من الناس، بتشتغل دلوقتي حتى على الاي او اس، والابليكيشن كمان اللي بيعمل سيتنج للسماعه في حاجات كتير جدا بقى ينزل على الاي او اس او اللي هو اجهزه ابل. فيعني اتمنى ان اكون اديتكم كل امكانيات السماعه، واتمنى يعجبكم الفيديو. في اخر الحلقه افكركم ان شاء الله هعمل حلقه كامله عن الابليكيشن بتاعها ونقطه نقطه فيه ان شاء الله نشرحها. وما تنسوش تعملوا لايك إذا عجبكم الفيديو وسبسكرايب في القناة. شكرا وإلى اللقاء.